السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة. فكما وعدتكم سابقا، سلسلة تتضمن مجموعة من دروس تعلم قراءة اللغة الفرنسية. فهذه الدروس هي جد مبسطة، سنتعلم فيها قراءة اللغة الفرنسية خطوة بخطوة من الأول حتى إتقان قراءة هذه اللغة. فهذه السلسلة هي موجهة للكبار والصغار أيضا. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، كي نقرأ اللغة الفرنسية لازم نعرف حروف هذه اللغة بالتفصيل، يعني لازم نعرف الحروف كي نستطيع قراءتها. فحروف اللغة الفرنسية هي 26 حرف، تعرفنا عليها في الدرس الأول في القناة بالتفصيل، لا بأس سأعيدها معكم مرة أخرى. فالحروف تبدأ ب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. فبالنسبة لهذه الكتابة، يعني هذه الحروف الكبيرة تسمى ماجوسكول ماجوسكول، وهذه الكتابة الصغيرة أو هذه الحروف الصغيرة تسمى مينيسكول مينيسكول. فسأعيد قراءة الحروف مرة أخرى، ولكن هذه المرة رددوا معي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذن فهذه هي حروف اللغة الفرنسية. فهذه الحروف تنقسم إلى قسمين: les voyelles et les consonnes. les voyelles et les consonnes. فلي فويل هما ستة أحرف، هما A E I O U Y. A E I O U Y هادو يسمو بلي فويل لي فويل. فلي كونسون هما B، يعني باقي الحروف، الحروف اللي بقاو من لي فويل هما B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z. فهادو هما لي كونسون، يعني هادو حروف عادية لي كونسون. فهاد لي فويل اللي هما A E I O U Y، الدور نتاعهم هو كنستعملهم باش نقرا لي كونسون. فميمكنش ليا باش نقرا لي كونسون اللي هما B C D F etc، فميمكنش ليا نكون كلمة من B حداها C حداها D، فلازم نفرقهم باللي فوايل. فكيف قلت سابقا، الدور نتاع لي فوايل هو بحال الشكل في اللغه العربيه، بحال الفتحه والضمه والكسره، هذاك هو الدور نتاع لي فوايل. كنستعملهم مع لي كونسون باش ننطقهم. فمثلا عندي ب بلس ا سادون با با، فميمكنش ليا نقول ب بوحدها، فلازم يكون حداها فوايل. فكنقول يا اما با يا اما بو اما بي بو ايتترا. بالنسبة لسي مثلا، سي حداها او كنطقها سو سو. بالنسبة لدي دي مثلا دي بلوس اي سادون دي دي. فهادو غير بعض لي زيكزامبل اللي غادي نشوفو فيهم كيفاش كنربط ما بين فويل او كونسون. اف بلوس او سادون فو
فو. وانتبهوا هنا للنطق، فكما قلت سابقا النطق هو ضروري ومهم، يعني لازم تنطقوا الحرف بطريقه سليمه وصحيحه. اذا انتبهوا معي الى النطق، ف اف بلس او سا دون فو، جي بلس او سا دون جو جو، جي بلس او سا دون جو جو، ك بلس ي سا دون كي كي، L plus E ça donne le le, M plus I ça donne mi mi, N plus A ça donne na na, P plus E ça donne peu peu, Q plus U ça donne Q Q, R plus O ça donne ro ro, S plus I ça donne si si, V plus A ça donne va va, Z plus E ça donne je. فهذه بعض الأمثلة نتاع دو لتر لي الأول كونسون والثاني فويل، فكي تنطقوا على هذا الشكل. فهذو فقط بعض الأمثلة. الآن غنمروا نتعرفوا على لي فوايل، ولكن هذه المرة لي فوايل كومبوزي. ففي الأول قلنا أن لي فوايل هما أ أ إي أو أو إيغريغ، ولكن هذه المرة غنشوفوا فوايل كومبوزي، يعني لي فوايل مركبة. كومبوزي هي مركبة، يعني عندنا دو فوايل واحد بحدا الآخر. مثلا أ أو أ أو غنلقاوها في شي كلمة، غيخصنا ضروري نعرفوا كيفاش كتنطق أ أو. فما يمكنش نقول ا او مي كتنطق ب او او. اكزامبل بوم بوم، فهنا بوم كتعني الكف او راحه اليد، بوم. دونك ا الا كان حداها او كتنطق او. بالنسبه ل ا اي، ا اي كتنطق اي اي. اكزامبل فري فري، فبالنسبه لي فري هما المصاريف او الرسوم، يعني مثلا لي فري دانسكريبسيون رسوم التسجيل او مصاريف التسجيل. دونك ا اي كتنطق ب اي، ا اي او ايضا كتنطق ب اي اي. اكزامبل تي تي، بالنسبه للتي هي غشاء الوساده او يعني غطاء او غشاء الوساده، يسمى تي. دونك ا او كنطقوها ب او، ا اي كتنطق ب اي، ا اي او كتنطق ايضا ب اي. بالنسبه ل او اي، او اي كتنطق اي، ايضا كيتنطق ب اي. اكزامبل 13 اي 13. بالنسبه ل او ا او، يعني هنا عندي 3 فوايل، او ا او كيتنطق ب او او. اكزامبل ري دو، دونك او ري دو، لو لو هو الماء، دونك او ا او كتنطق ب او. بالنسبه ل او اي، او اي كنطقوها ب وا وا. اكزامبل روا روا هو الملك. فهنا بالنسبه ل 13 كتعني رقم 13، ري دو كيعني ستار، روا كيعني ملك غوا. دونك او اي تنطق ب وا. الان او حداها او كتنطق ب او او. اكزامبل سو سو يعني تحت، سو. دونك او او كتنطق ب او. بالنسبه ل او اي، او اي تنطق ب وي وي. اكزامبل كوير 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 هو جلد، والجلد يعني جلد الحيوانات ليس جلد الانسان. كوير. ف او اي تنطق ب اي، اكزامبل 13 اي. او ا او تنطق ب او، ري دو. او اي تنطق ب وا، غوا. او او تنطق ب او، اكزامبل سو. او اي تنطق ب وي، كوير. اكزامبل نتاع كوير. فالان غنمروا نتعرفوا على دي زيكزامبل او امثله، غنشوفوا بعض الكلمات اللي غنطبقوا عليهم هذا الشيء اللي تعلمنا. فالمثال الاول
عندي غوم غوم. فهنا قلنا جي لحدها او كتقرا غو غوم. دونك هادو اللي بالاحمر هما لي فويل. فإلا ما كانش عندي لي فويل ما يمكنش ليا نقرا هذه الكلمه، فما يمكنش تكون جي حداها ام، ما يمكنش نقراها. دونك ضروري من لي فويل باش يمكن ليا نقرا. دونك غوم غوم هي الميم حات. وهنا غتقولوا لي علاش درنا دوزيم يعني جوج من ام. فهنا كيتسمى دوبل كونسون، كنستعملهم بحال اللغه العربيه فاش كنستعملوا الشده، فبالفرنسيه كنستعملوا كندوبلو الكونسون يعني كيتسمى دوبل كونسون. فهنا كنقرا غوم غوم. فهنا مثلا الا عندي غير ام وحده فغنطق غوم غوم، ولكن حيت عندي دوزيام فكنقول غوم غوم، كنضغط على هاد الام. ليكزامبل الثاني ناج ناج، فقلنا او اي كتنطق ب اي ناج. دونك كيف قلت سابقا ضروري من لي فويل في الكلمه باش تنطق. دونك او اي كتنطق ب اي ناج ناج. فهنا غوم هي ميم حات، ناج هو ثلج، لا ناج هي ثلج. مور مور، ف ام حداها او فويل او كتقرا مو مور. فبالنسبه للمور هو الجدار مور. بيسيكليت بيسيكليت، ففوالا هادو اللي بالاحمر هما لي فويل. دونك بيسيكليت، فبيسيكليت كتعني دراجه دراجه هوائيه. بغوس بغوس، دونك لي فويل اللي عندي هما او او. دونك بغوس بغوس كتعني فرشات بغوس. الكلمه المواليه فيل فيل، فيل كتعني مدينه. دونك في بلس اي تادون في فيل فيل. هنا عندي دوبل كونسون فيل. نوي، فسابقا قلت ان او اي كتقرا وي وي نوي نوي. هنا تي في اخر الكلمه لا ننطقها نوي. ا مي ا مي ا مي صديق، بالنسبه لنوي كتعني ليل. فقلنا ان او اي كتقرا وا وا، دونك هنا نوا نوا. بالنسبه هنا اكس لا ننطقها، دونك نوا هو الجوز نوا. الكلمه الاخيره سكر سكر، دونك سكر هو سكر. وبهذا كنوصلوا لنهايه الدرس الاول، تعرفنا فيه على اساسيات القراءه، شفنا الحروف او لي زالفابي، تعرفنا على اقسام الحروف اللي هما لي فويل اي لي كونسون، وايضا شفنا لي فويل دوبل اللي ضروري نعرفهم باش ننطق الكلمه، وشفنا لي فويل كومبوزي اللي كيتستعملوا بزاف واللي ضروري نعرف كيفاش كيتنطقوا، لانه غالبا كنلقاهم في كلمات وخصني نعرف كيفاش كيتقراو. شفنا دي زيكزامبل، نتمنى يكون كلشي واضح لكم، ونتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله.